الشيخ علي سلمان الأسبوعي. الاطلاع على تجارب الآخرين يعطينا إمكانية معرفة النقاط السلبية التي يجب اجتنابها، ومعرفة النقاط الإيجابية التي دائما نجد فيها الأمل. فمن هذه التجربة التي هي تحت عنوان التجربة الإيرلندية في حل النزاعات السياسية، وضيفي في هذه الليلة الأستاذ نائب شورى الوفاق الأستاذ محمد جميل جمري، فليتفضل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء أنا أتشرف أتشرف بالحضور في هذا المجلس المبارك. هذا المجلس الذي له مكانته في أنفسنا جميعا، مجلس سماحة الأمين العام سماحة الشيخ علي سلمان، هذا الرمز الكبير الذي يسطر أروع المثل في النضال، في التضحية، في العمل من أجل رفعة أبناء هذا الوطن، من أجل رفعة هذا الوطن، خاصة ونحن في أجواء محاكمة سماحة الشيخ. والموقف الذي وقفه في المحكمة، وواقعا يعني تجربة سماحة الشيخ نفسها تجربة ثرية جدا، يعني بالإمكان أن يستفيد منها الكثيرون. وهذه الشخصية واقعا نحن نقصر كثيرا إذا لا نلقي الضوء عليها، وأنا أعلم تماما بأن الكثيرين في خارج البحرين يكنون الكثير من الاحترام لهذه الشخصية التي يرون فيها شخصية استثنائية واقعا. يعني الفكر والمنهج والالتزام بهذا المنهج موضع للاحترام وللآخرين أن يقتدوا بهذا الهادي وهذا المنهج الرائع جدا لسماحة الشيخ. نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالفرج العاجل، وأن يفرج عن جميع الإخوة والأخوات، وأن يفرج عن أبناء هذا الوطن جميعا. حينما نتحدث عن تجربة في بلد آخر لشعب آخر، فما هو المغزى من ذلك؟ الكثير منا وهو ينظر إلى المأساة أو المعاناة التي عاشها أبناء هذا الشعب قد يتصور أن كثير مما عانينا منه كأنما هو عليكم السلام كأنما هو يعني تجارب غير معهودة في أي بلد آخر. ولكن بنظرة سريعة الإنسان يجبر نفسه على التواضع كثيرا، لينظر بأن الأمم الأخرى أيضا عانت الكثير وقاست الكثير.
ودائما هناك من التجارب ما نستطيع نحن أن نستفيد منها، ولنرى كيف الأمور كانت في تلك البلدان وإلى أين آلت. ونحن حتى في القرآن الله سبحانه وتعالى يطلب منا قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني مسألة أن الإنسان يسير في الأرض ويطلع على تجارب الآخرين، يطلع على ما عانى منه الآخرون، هذا شيء مهم جدا، لأنه يفتح عينيه وبصيرته على كثير من القضايا التي تعينه على إيجاد المخرج، أو تعينه على الصبر، تعينه على الاستمرار في الطريق. نحن لدينا تجارب في عدة دول واقعا التي نحتاج إلى دراستها لأنها تفيدنا في عملنا. الأخوة القائمين على هذا المنتدى رشحوا قضية التجربة الإيرلندية، وأتصور أن هذا الاختيار اختيار موفق، لأننا حينما ننظر إلى بعض خصائص التجربة الإيرلندية يعني كالصراع، قد نرى عديد من أوجه التشابه، ولا أريد أن أذهب بعيدا في ذلك، فأحيانا بعض الأمور يكون هناك فيها تشابه، ولكن حدة الوضع يتفاوت بين بلد وبلد آخر. يعني بلد قد يشهد نزاعات دموية، البلد الآخر لا يشهد هذا النزاع الدموي، ولكن حينما ترجع إلى الأصل أساس المشكلة يكون هناك تشابه. فنحن إذا ركزنا على وضعنا ولم ننظر إلى ما حصل للشعوب الأخرى، قد يصيبنا الكثير من اليأس أو الإحباط، خاصة مع طول أمد الأزمة، والناس طبيعتها تستعجل النتائج، تستعجل الحصول على هذه النتائج، تستعجل النصر. ولكن طبعا ليس بإمكان أي شخص أن يستعجل مثل هذا الأمر، لأن هذا الأمر مرتبط بأسبابه الموضوعية. حينما ننظر إلى وضع مثل وضع إيرلندا الشمالية، ما الذي ننظر على أساس نستفيد منه في تجربتنا؟ أولا، هناك تأريخ طويل من الصراع في تلك الجزيرة، وهذا التاريخ يعود إلى العام 1169، حينما تعرضت إيرلندا لغزو من الجماعات التي حكمت إنجلترا. ومنذ ذلك التاريخ والإيرلنديون الذين يعني من ناحية طائفية هم مسيحيين كاثوليك، منذ ذلك التاريخ كانوا يشتكون من الظلم الذي تعرضوا له على أيدي الغزاة، ويتحدثون عن التمييز الذي مورس ضدهم. فنتحدث عن أكثر من 800 سنة، تاريخ يمتد لقرون. الإيرلنديون يؤكدون بأن جزيرتهم كانت موحدة طوال التاريخ، يعني قبل الغزو، ولكن حينما أصبحت مستعمرة دبت فيها الثورات والانتفاضات وسيل الدماء بين الأطراف المتنازعة. في العام 1641 ثار الإيرلنديون
وطالبوا باستقلال البرلمان الإيرلندي، وطالبوا أيضا بوقف مصادرة الأراضي الكاثوليكية. وتم سحق تلك الثورة في العام 1641، وقتل 3000 من يعني الناس اللي واجهوهم، كما قتل 1000 من المدنيين الذين لم يدخلوا في أي صراع مسلح. ففي ثورة واحدة كان قتلى منهم 4000. وهذه الوحشية لا زالت عالقة في الذاكرة الإيرلندية، هم لا ينسون كل هذا التاريخ المليء بالدماء. في القرن 19، في الأعوام بين 1845 إلى 1852، حدثت مجاعة كبرى في إيرلندا، راح ضحيتها مليون من الإيرلنديين، وهاجر منهم مليون آخر. المهاجرين كلهم توجهوا إلى أمريكا. لذلك نرى بأن أكبر جالية أو يعني الأمريكيين من أصل إيرلندي هم أقوياء جدا، وجالية جدا كبيرة في أمريكا، ومنهم عدد من رؤساء الأمريكيين كلهم من أصول إيرلندية. يعني بيل كلينتون كان أصل إيرلندي، عدد من كندي، كثير منهم، كثير من الرؤساء الحين لا يخطرني، لأنه عادة الرئيس إذا كان من أصول إيرلندية عادة يحظى ب يعني حظوظه في الفوز برئاسة أمريكا يكون أقوى نظرا لقوة الجالية الإيرلندية. طبعا هذا راجع لأن في تلك المجاعة التي ذهب ضحيتها في إيرلندا مليون وهاجر مليون، هذه المجاعة كانت دائما يعني من بعض الأمور تضغط على الحكومات البريطانية المتعاقبة أن تعتذر عما حصل لإيرلندا في تلك الحقبة. في هذه الأيام، نحن في أبريل من 2016، تمر الذكرى المئوية. قبل 100 سنة في 1916، في شهر في هذه فترة الإيستر، قبل 100 عام أيضا حصلت ثورة في إيرلندا، وقتل فيها 500، وسجن 3500، ووضع 1800 في معسكرات، وتم إعدام العديد من القيادات في يعني هذا نتكلم عن قبل 100 سنة. في القرن العشرين بعد الحرب يعني بعد الحرب العالمية أو أثناء الحرب العالمية، 1918 متى انتهت الحرب العالمية الثانية؟ لا الثانية، الأولى من 1917 إلى 1900. المهم هي أثناء نعم من 14 إلى 17 إلى 18، إيه لأن هي كانت أيام الحرب العالمية الأولى. حصلت انتخابات نيابية، وتقدم حزب الشينفين. الشينفين هو طبعا معروف الحزب اللي يمثل الكاثوليك. هذا الحزب يعني في برنامج الانتخابي كان يتكلم عن الاستقلال، فالتصويت إليه يكون بناء على هذا البرنامج، وهذا الشيء مهم جدا لأن اكتسح الانتخابات وفاز ب 73 مقعد من مجموع 105. النواب الذين فازوا في الانتخابات لم يتوجهوا إلى ويستمنستر البرلمان البريطاني، بل بقوا في إيرلندا وشكلوا برلمان لهم خاص بهم. طبعا هذا وتر الأوضاع جدا، وحصلت اشتباكات. طبعا الاشتباكات هناك تكون دموية لأن في سلاح، يعني مو ما نتكلم عن وضع مثل وضعنا،
هناك كان في سلاح، فالاشتباكات تكون دموية، ونتج عن ذلك سقوط العشرات من القتلى من الطرفين. وظل الوضع يعني متوترا إلى عام 1921، حيث جرت مفاوضات، وكانت المفاوضات تهدف إلى إعطاء استقلال لإيرلندا شبيه باستقلال كندا ونيوزيلندا، فيكون البلد مستقل، ولكن الحكومة والمسؤولين يعني يدون قسم أمام الملك أو الملكة. فالشين فين رفض هذا الطرح، فنشبت حرب بين الطرفين متنازعين في الأعوام بين 1922 ل1923. في ستينيات القرن الماضي فرع شين فين، حزب شين فين الممثل للكاثوليك، بس هذا الفرع اللي في دبلن في جمهورية إيرلندا وليس في الشمال، أعلن تبنيه للماركسية، ووجه نداءات إلى الطبقة العاملة للثورة. فحدثت مواجهات، وفشلت الشرطة في التعامل مع هذه المواجهات الدموية. ففي 1969 اتخذ القرار بدعوة الجيش البريطاني للتدخل. الجيش البريطاني لما تدخل بداية يمكن حاول يتعامل بشيء من المهنية وأن لا يكون طرفا في النزاع، ولكن سرعان ما تغير الوضع واتخذ موقفا حازما من الكاثوليك، ودخل في معارك مع الكاثوليك. فهذا يعني عقد الوضع، ونتج عنه انسحاب حزب الـ SLDP Social Labor Democratic Party الظاهر، الحزب الاشتراكي اللي هو يمثل أيضا الكاثوليك. فهذا الحزب يمثل الكاثوليك، فإثر تدخل الجيش البريطاني وما حدث للكاثوليك انسحب هذا الحزب من البرلمان، وأدى هذا الانسحاب إلى مزيد من التوتر ومزيد من سفك الدماء. كانت بريطانيا ترى بأن يعني مواجهة هذا الوضع أنه في جانب أمني ويجب مواجهته أمنيا عسكريا من خلال الجيش، من خلال الإعلام أيضا وظف بشكل كبير جدا لمحاربة هؤلاء و يعني إثارة الناس ضدهم. وبقى هذا هو الوضع على مدى عقود من الزمن، إلى أن بريطانيا شعرت أن آن الأوان أن احنا نستمع إلى هؤلاء الناس ونتحدث إليهم. طبعا في تلك الفترة يجب الإشارة بأن إضافة إلى الحرب القائمة، إضافة إلى الحرب النفسية والإعلامية، كان أيضا يعني حرب أمنية، بمعنى أن كانوا يحاولون يخترقون صفوف هؤلاء الثوار وإحداث انشقاقات في صفوف القوى الثورية اللي كانت تحارب الوجود البريطاني. كل هذا ما نتج عنه أي فائدة، يعني ما قدر يخمد هذا، يعني ظل الدماء دائما تسيل بين الطرفين. في التسعينيات تطورات كبيرة حدثت على مستوى عالمي، فالاتحاد السوفيتي انهار، و نتيجة هذا الانهيار أثر على كثير من موازين القوى في العالم. بعض القوى اللي يمكن هي كانت
داعمة للثوار في إيرلندا ما عادت تقدر تدعمهم، فضعف الدعم من هالجهة. وأيضا يعني صارت القضية تلح على الجميع بأن الضحايا قاعدين يتساقطون يعني طوال يعني السنوات، يعني ما تهدأ، ما القضية ما قاعدة تهدأ، وكل بين فترة تسمع بعشرات القتلى من الطرفين. ومدينة بلفاست يعني مثل بيروت في الحرب العالمية، في الحرب الأهلية، مناطق نفوذ. يعني هذه المنطقة إذا واحد بروتستانت ما يمكن يدخلها، المنطقة الثانية الكاثوليك ما يقدرون يدخلونها، كل واحد مسيطر على مناطقه، ويعني اللي يشتغل هو الرصاص والجيش موجود. فيعني الوضع مأزوم إلى آخر درجة. فتشكلت قناعة إن الآن يعني يجب أن يكون هناك توجه من أجل حل هذه المشكلة، من أجل إجراء عملية مصالحة، وراح تكون مصالحة تاريخية. ساعد كثير وصول توني بلير حزب يعني قيادة حزب العمال في سنة 97، اللي كان يبغي يحقق شيء، يعني يبغي يترك بصمة إليه، وكان يعني إضافة إلى اهتمامه بالقضية كان شخصية قوية جدا وعنده حزب متماسك. تاريخيا كان دائما البروتستانت يتخوفون من حزب العمال لأن يعتقدون أنه ما راح يسندهم، بس هو كان طبعا في منهجه أنه لازم يطمنهم بأن أنا ما راح أتنازل عنكم، فلازم أبقى معكم مع البروتستانت وحاول يعني أجري عملية الصلح مع الكاثوليك إلى أن نوصل إلى نتيجة تكون مرضية للطرفين. فصار عندنا وضع أن هناك رئيس وزراء بريطاني يبغي يوصل السلام إلى الصلح، وأيضا رئيس جمهورية إيرلندا اللي هي في الجنوب اللي هو بيرتي آهن، هذا رجل كان يبغي السلام. الكاثوليك طبعا دعمهم يجي من جمهورية إيرلندا لأنها كاثوليكية، والبروتستانت يحصلون الدعم من بريطانيا. فرئيس الوزراء البريطاني والرئيس الإيرلندي اثنينهم صارت عندهم رغبة بأن هذا يجب أن ينحل. وقتها أيضا بيل كلينتون كان مهتم وراح خلى إلى مبعوث على القضية الإيرلندية، أيضا هناك إرادة من صوب أمريكا أن هذه القضية يجب أن تنحل. فصارت هناك إرادة سياسية، هذه الإرادة السياسية من عدة جهات. الوضع الدولي أيضا أصبح مهيئ إلى أن هذه القضية يجب أن تنحل. القضية اللي يجب أن تنحل، يعني يجب أن نعرف كخلفية سريعة، احنا قلنا بأن إيرلندا كانت موحدة أساسا، يعني ما كان في جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، بس الهجرة الكبيرة اللي حصلت للبروتستانت من بريطانيا من إنجلترا إلى 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 إيرلندا تركزت في الشمال. لما أرادوا يرسمون الحدود شافوا المقاطعات الشمالية، يعني اللي أساسا شمالية كلها، شافوا أن الكاثوليك لا زالوا أكثر من البروتستانت، فقاموا ضموا الظاهر مقاطعتين إذا ما مشتبه من المقاطعات الشمالية للجنوب إلى جمهورية إيرلندا. بهالطريقة قدروا يخلون البروتستانت أكثر من الكاثوليك، يعني فيه أتصور أن 60-40 صارت هذه النسبة هي المقبولة
عزلوا الشمال، صارت هذه بروحها ايرلندا الشمالية وهناك ايرلندا الجنوبية. طيب هذيلين الأربعين أو الخمسة وأربعين يعني في المئة شنو إليهم؟ ما إليهم أي شيء. الشرطة تقريبا 90% أو أكثر من 90% كلها من البروتستانت، الجيش كله من البروتستانت، الكاثوليك لا شيء لهم، الحكومة، البرلمان أيضا، رسم الدوائر الانتخابية كله يفضي إلى أن هذيلين يكونون أقلية. أنا أجيب هذه على أساس أن ترى الدنيا كلها هذه المشاكل هي بس حدتها تكون في بعض البلدان أزيد من بلدان، يعني يمكن لأن طبيعة الشعب هني طبيعة سلمية أن هالأمور بس تصير احتجاجات ووقفات وما شابه، في بلدان ثانية تتحول لدماء، يعني مثل ما شفنا في من عرض اللي مرينا عليه. فإذا عرفنا هذا العمق، يعني تعرف أن ليش هذه القضية ظلت على مدى ليس عقود إنما على مدى قرون من الزمن، قضية جدا معقدة، ويعني ما حد كان يتصور أن يجي اليوم اللي يحصل فيه توافق. طبعا قلنا أن لما وصل حزب العمال قيادة توني بلير تحركت يعني عملية سلام. هذه العملية حتى بعد نقول هي مو أسسها، هو كان رؤساء وزراء من قبله بس ما كان عندهم يمكن نفس الجدية أو نفس القدرة في التوصل إلى شيء، وأيضا الجو السياسي ما كان مناسب. الآن قلنا أن من كل جانب الجو السياسي مناسب، رئيس وزراء من جهة في بريطانيا، رئيس إيرلندي من جهة، وكلهم يبغون السلام، وفي أمريكا أيضا يبغون السلام ويبغون يوصلون لحل. هذا كله أدى إلى يعني انطلاق عملية مفاوضات شاقة بين الأطراف برعاية هذه الدول، توصلوا إلى اتفاقية. الاتفاقية سموها اتفاقية الجمعة العظيمة لأنها صارت في يوم عيد اسمه الجمعة العظيمة. هذه الاتفاقية في جزء منها هي اتفاقية بين بريطانيا وإيرلندا، في جزء منها هي اتفاقية بين الإيرلنديين نفسهم بروتستانت والكاثوليك، في جزء منها هي تتكلم عن إصلاح الشرطة، إصلاح القضاء، إصلاح الجيش، كل هالجوانب يعني تم الاتفاق عليها، إضافة إلى طبعا الأمور الكبيرة جدا، نزع السلاح وإطلاق سراح السجناء. فكانت هذه الاتفاقية طبعا كان لازم الواحد يشوف إن كيف واقعا توصل لنتيجة، لأنه الاتفاقية أي اتفاقية في أي بلد هي مو فقط الورق، هي واقعا هل راح يلتزمون بهالأطراف أو لا، لأنك أنت ممكن يكون عندك اتفاقية جيدة ولكن إذا الطرف الآخر خاصة الطرف القوي ما التزم بها، شنو قيمة هالاتفاقية وشنو هالورق اللي كتبت عليه؟ فهني طبعا نشوف أن في إرادة جادة من قبل الحكومات اللي رعت الاتفاقية أن لابد من نوصل إلى نتيجة. ولذلك احنا نشوف أن حتى في يعني اشتداد يعني او يعني في فترات كانت المفاوضات واصله الى مراحل جدا صعبه، هناك اطراف داخل حتى الكاثوليك ما كانوا راضين بالمفاوضات، ما يبغون ينقلوا السلاح، يحرجون المفاوضين يروح يسوي عمليه، يسوي عمليه ويروحون قتله فيها. فتكاد عملية السلام كلها تنهار، لأن احنا قاعدين وياكم نتفاوض هذيكم قتلتون، لأن الناس طبعا هم يعرفون التعقيد ان هاللي تقتلوا حتى لهم اللي قتلوا حتى لهم كاثوليك إلا انهم أصحاب خط سياسي مختلف، فيراوي التعقيد في كثير من هالقضايا، يعني اللي يمر على هالقضية
يعرف التكلفة الباهظة اللي ممكن تقدمها الشعوب من أجل أن توصل إلى حل إلى النزاعات. مهم جدا أن نشوف بأن لما توفر الإرادة السياسية الصادقة أن النزاع اللي بهالحجم من الدماء من المآسي وصلوا إلى حل. إذن القضايا منها بكثير ممكن تنحل بشيء من السهولة أن يكون هناك جانب إقناع إلى كل الأطراف بأن فرصتكم في السلام أكثر بكثير من فرصتكم في الحرب. اللي أنت بتحصل في الحرب أو ما بتحصل شيء من الحرب غير الدمار والعناء، بينما من خلال السلام أنت تبغي أنك تخفف الظلم على جماعتك. إحنا نراويك هذه اتفاقية جيدة، والاتفاقية فعلا إذا مشيت عليها مو خلال سنة لو سنتين لو ثلاث، تمشي عليها لسنوات وهناك إرادة جادة راح فعلا توصل إلى حل لكل هالقضايا اللي أنت تعاني منها واللي عانى منها شعبك على مدى قرون من الزمن. أكتفي بهذا العرض ونشوف من خلال المداخلات والأسئلة.